لا ما عنديش مشكل مع العائلة، ما بقاتش عندي عائلة أصلا. هو مشكل واش تفاهم مشكل. اي ولا ما قلتش لك سوء تفاهم ولا مشكل، ما بقاتش عندي عائله. وي ا كوز دو بلان شوز اون فيت ا كوز دو لا فام كو جو سوي ديفوني اوجوردي باسكو جو دي سو كو جو بونس اي جو في سو كو جو دي تي فوا فوالا فهمتي باسكو وي جو في دي فيديو باسكو بلان شوز باسكو الناس كيبغيو ولادهم يكونوا دي انجينيور. انا خدت احسن ديبلوم من باري ديال الانجينيوري اي فينالمون شنو كندير كلون دونك انا فاهمه ماشي مشكل يعني ماشي مشكل هذاك هو اون فيت ماشي بريفيرونس هادي حاجه اللي اقوى مني يعني ما فهمتش كيفاش نشرحها هادي حاجه اللي اقوى مني انا الله بديت اون فيت دونك ما يمكنش نحبس باسكو انا كنكتب دائما اصلا لي سكيتش كنكتب دائما ولا حبست في لي فيديو انا في حياتي العاديه جات ما كتخرج مع صحابي هذيك الشخصيه كتخرج مع صحابي كتخرج مع الناس اللي قراب مني دونك جو بو با ما قادراش وما باغاش والله الله بدا هاد الشطماطه دونك بور لو مومون فاطمه الزهراء كتشجع الشطماطه واقفه معاها حيت ما كاينش اللي غيوقف معاها واحد فبون يا بيرسون دوت خلاها يوقف معاها ابري العائله هما جراو عليا دونك يعني ما بقاش عندهم مشكل في الدار اخي سي بون ماشي مشكل نو انا فرحانه وسعيده وراضيه بيتيتر هاد المشكل اللي طرا ليا اليوم انا كنضحك معاك سي فري كو هذا مشكل انا عائلتك جري عليك وماشي غير على هذا هما بزاف الحوايج تيوا ربوك على حاجه وليتي حاجه اخرى دونك كاين بزاف الحوايج هما الناس اللي عايشين في عائله لا يجوز وانا عائلتي من عائله لا يجوز هما اللي غادي يفهموا علاش كنهضر كاين بزاف الاشياء لا تجوز هذا راه خصني نكون حاسه براسي بزاف باش ندير داك الشطماطه تقصيفو الشطماطه امبوسيبل ما عمرني ما غادي نكون 100% صائبه الا انتقدت راسي وانا اصلا مغتربه من شحال هادي وكندوز رمضان بوحدي يعني بخير واش اللي عايشه مع الشطماطه غيمل عادشي اللي كندوزو شي اوقات دبتابي لحقت هو هو السؤال المطروح حاليا في حياتي دونك هذا سؤال مطروح بشده وواجهت اصلا اش كيقولوا لي واجهت المرحله الاولى ولا الشوط الاول انني قديت ديجا ندير دي فيديو ونسخر والشوط الثاني انا بديت كنطلع في لادوز وبداو الناس كيتبعوا معايا ونزيدك واحد الحاجه راه كاينين الناس كيبغيو الشطماطه وناس كيبغيو يكرهوا الشطماطه تيوا وبجوجهم متبعين الشطماطه فان بون يبغيوني ولا يبغيو يكرهوني كلشي في نطاق البغو والعطفه دونك سا باس تيوا فوالا سي تو فوالا دونك كنقول للناس اللي كيشجعوا الشطماطه يكملوا يشجعوا الشطماطه والناس اللي ما كيشجعونيش يتفرجوا فيا وعطيو الفرصه للشطماطه انا متاكده انكم غتسخسخوا بالضحك